إذن وبعد الانتهاء من تحليلات وصفية وتحليلات إحصائية اللي إحنا جمعناهم تحت عنوان واحد، نقوم بشرح تحليلات مكانية. شو المقصود بالتحليلات المكانية؟ تحليلات مكانية يعني خاصة بالموقع الجغرافي. وأول تحليل اللي هو تحليل الكثافة. لو رحنا على RGS Pro في عنا طبقة نقطية، بدي أقوم باستخدام الكثافة من خلال استخدام أداة خاصة في التول بوكس. هاي الأداة الخاصة كيف أنا بقدر أوصل لها؟ من خلال صندوق أدوات Special Analyst، بعدها على مجموعة أدوات الكثافة. في عندي أكثر من طريقة للكثافة، في عندنا طريقة الكيرنال، في عندنا اللاين، وفي عندنا البوينت. الثلاث أدوات هذول بعطونا نفس النتيجة لكن باختلافات في قياسات معينة بين الكيرنال والبوينت واللاين مع بعض. طبعا أدوات التحليل الموجودات في هاي مجموعة الأدوات فقط بتم استخدام طبقة نقطية أو خطية. يعني لو رحنا على طريقة الكيرنال ونحط مؤشر الماوس على هاي المنطقة، نلاحظ شرط المدخل الموجود عندنا هون انه يكون بوينت او لاين. اذا من خلال وضع المؤشر على اي زاوية مدخل بظهر عندي رسالة فيها شرح المدخلات اللي انا بقدر استخدمها في اي مدخل موجود عندي. ايضا الاداة نفسها من خلال هاي المنطقة اللي هون بقدر اظللها او احط مؤشر الماوس عليها، بظهر عندي وصف هاي الاداة. وإذا كنت بنقر على هاي الأيقونة بفتح عندي متصفح إنترنت خاص بشركة إزري بقدم لي وصف كامل وشامل عن هاي الأداة وجميع مدخلاتها. لذلك إذا أنا بدي أقوم باستخدام أي أداة، ليس شرطا هاي الأداة، أي أداة موجودة أنا عندي وبدي أتعلمها وبدي أعرف شو المقصود فيها، بقدر أختار من خلال هاي الأيقونة، بضغط عليها بزر الفأرة بفتح صفحة إنترنت فيها وصف استخدام هاي الأداة. إذا أنا ما بعرف إنجليزي عادي جدا بقدر أنسخ أي نص موجود عندي، أعمل له كوبي، بروح على الترجمة وأقوم بترجمة شو المقصود بهذا النص أو شو المقصود بهذا الوصف. إذا إحنا بنقوم باستخدام أداة الكثافة حسب طريقة الكيرنال، بقوم باختيار الطبقة النقطية أو الطبقة الخطية، بسحبها وبفرتها داخل هذا المدخل. بقدر اختار وزن لهاي الطبقة من خلال اختيار حقل خاص بعدد السكان، او مثلا في عندي طبقة نقطية لكل شجرة موجودة عندي، فبقدر اختار نوع هاي النقطة او نوع هذه الشجرة من خلال اختيار الحقل طيب. لكن انا بدي اقوم نان، يعني بدون استخدام اي حقل، بدون وزن لهاي الأداة. عندنا اسم الطبقة المخرجة ومكان ومسار الحفر، فعندنا حجم الخلايا، كل خلية راح يكون حجمها 3.93 متر مربع. بقدر أقلل حجم الخلية وبقدر أزوده، وكل ما زادت الحجم بتقل الدقة، وكل ما قل حجم الخلية بتزيد الدقة. والأفضل ترك هذا الخيار ديفولت زي ما هو بعطيني. مجرد ما أضيف أي نقطة، مجرد ما أضيف أي طبقة بتظهر عندي قيمة افتراضية، الأفضل أن أتركها زي ما هي. الوحدة المستخدمة اللي هي الكيلومتر، طبعا عشان أنا بشتغل على مساحة قليلة الأفضل أن أقوم باختيار متر، المتر المربع. وباقي الإعدادات بنتركها زي ما هي وبنضغط على رن وبنشاهد النتيجة. النتيجة راح تكون طبقة تراستر، طبقة شبكية ظهرت بهذه الألوان بهاي المدخلات. اللون الغامق بيعبر عن مناطق كثافة في الطبقة النقطية المدخلة، مثل هاي المنطقة اللي هون، هذا لون غامق جدا في كثافة قريبة على الرقم واحد. كل ما كانت القيمة أقرب على الرقم واحد بتكون الكثافة أعلى. أقوم بتشغيل طبقة النقط، بنلاحظ أنه في هاي المنطقة فيها أكثر توزيع للنقط، وبهاي المنطقة أيضا في عندنا كثافة. المنطقة اللي هون طبعا
اللون لون أبيض، بقدر أنا أغيره بخليه لون أحمر. من خلال هذا الخيار بنختار أي لون إحنا بدنا إياه، بنشوفه مناسب، نختار أيضا لون أحمر واللون. فالمناطق خفيفة الكثافة ظهرت في اللون الأحمر. أيضا إذا أنا قمت بتحديد هاي الطبقة وأروح على تبويبة الماء وأختار الإكسبلور وبالنقر على أي منطقة موجود فيها طبقة الراستر عندي، نضغط بأي منطقة بعطيني حجم الخلية. يعني لو رحت على اللون الغامق عندي بهاي المنطقة، بضغط في هاي المنطقة إجالي هاي القيمة. هاي القيمة وين موجودة؟ موجودة بين هدول القيمتين، بين 0.02 و 0.019. 0.018 موجودة في هاي الفئة. بقدر إن أقوم بتغيير السيمبولوجي كله الخاص بهاي الطبقة من خلال رايت كليك وسيمبولوجي، واختار تصنيف آخر أو لون آخر، تدرج في الألوان بطريقة ثانية، أو بقدر أختار أو أقوم بتغيير نوع السيمبولوجي. طبعا السيمبولوجي الموجودة عندنا في طبقة الراستر بيختلف تماما عن السيمبولوجي الموجود في أي طبقة فيكتور. كل نوع وكل صنف له سيمبولوجي خاص به.